مرحبا استاذ مصطفى. اهلين منصور. اهلين منصور. عود. شو استاذ؟ هاي مقال. شو استاذ قال عم تكتبوا بوليسي؟ لا والله، بس كم حلقه تورطنا فيهم مع الشباب. شو قال العمل اسمه؟ من المجرم؟ من القاتل. ومين المخرج يا ترى؟ سامي. سامي ما غيره. طيب استاذ، يعني معيتك هيك حكي لنا معه العشي دور. من قبل ما تحكي حكيت. هلي وين بيحكوا معك؟ طيب قالوا لك شو هو الدور استاذ؟ لا ما قالوا لي، بس اكيد مو البطوله. يا أعوذ بالله، نحن عم نقول دور بطولة لا سمح الله، بس يعني إنه مو دور شرطي ما له حكي هيك مثل العادة. معك موبايل؟ أحلى موبايل لأحلى كاتب عظيم. هي رح أحكي معه قدامك مشان تصدق. ألو. مرحبا سامي، شلونك؟ خيوم مشان منصور اللي رشحت لك إياه. إيه شو الدور اللي أعطيته إياه؟ لك لا ولو أربع مشاهد. هلا أنا حاكي معك ومرشح لك يا كرمال أربع مشاهد. ما اختلفنا، أنا ما عم رشح لك ابن خالتي كمان، ممثل الزلمة وظريف. في عندك أكثر من 20 شخصية، كل وحدة عندها أكثر من 20 مشاهد، ظبطوا شي وحدة منهم. يعني خلاص وعي؟ يلا سلام. الله معك. وعدنا. شكرا. شكرا كثير أستاذ، شكرا كثير كثير. أعطيتك فرصة ما بتحلم فيها بحياتك، دور 40 مشهد، أكبر من دور شهاد عبده، تفضل. شكراً كثير أستاذ، شكراً كثير، يعني إن شاء الله ما بسود لك وشك. أكيد ما رح تسود وشي، بس شوف، بدي إياك تشتغل على الحس السايكولوجي، عم تفهم علي؟ وبدي إياك تشتغل لي كمان بالفيزيك، ولا تنسى تسلم لي على صديقك أبو سطيف، ها؟ تفضل. الأستاذ مصطفى، طبعاً، وصل أستاذ، شكراً كثير، كثير. الله معك. أستاذ مصطفى شكراً كثير. شكرا كثير كثير. ايه مش الحال. ايه اعطوني 40 مشهد، اكبر دور بالحلقه. شكرا كثير. عن جد مالي عرفان شلون بدي. طبعا طبعا مو بدي احفظه، طبعا ما راح اكول عكه باذن الله. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. الله يخلي. مع السلامه. مع السلامه. الاخ مسي. ايه نعم. والله شو لعبة؟ عفوا شلون يعني شو لعبة؟ لا يعني انو تمثيلية مثلتها. هذا المسلسل تبع القط والازيال السبع. ايه الازيال السبع. ايه شفته لهذا. بس شو كان دورها؟ رئيس العصابة بتتذكره؟ ايه بتذكره منيح. لك حلو والله رئيس العصابة، بس ما بيشبهها. يعني كنتوا عاملين مكياج؟ لا حبيبي، مو انا رئيس العصابة، في هذا الشاب الاصلع اللي وراه دائما، وين ما راح وين ما اجى دائما معه. انت؟ ايوه. حلو هذا الدور. على فكره يا اخي، والله قضاه هذا رئيس العصابه طول المسلسل يطقك طيارات. سكتت له انت على قد اسمك، ما بلقى لوحه بين ايديك، والله عليم الله محلك بدعوسه. شو بدنا نعمل؟ هيك الشغل. اخلاف النورمان اسعد بتشوفها. استاذ مصطفى مرحبا. اهلين منصور. بمسلسل من المجرم؟ من القاتل. من القاتل؟ إيه؟ الحلقة تبع الرصاصة القاتلة، أنت اللي كاتبها؟ إيه أنا اللي كاتبها، فوت شوفي. استاذ أعطوني شخصية سمير. مين سمير؟ شو بعرفني مين سمير؟ قالوا لك أنا بتذكر أسماء كل الشخصيات يعني. أنت قريت النص؟ ما قريت النص، بس هيك طلعت على الحوار تبع شخصية سمير. إيه ما لقيت حوار. إيه شو هالحكي؟ قلت لي عنده 40 مشهد، معقول ما عنده حوار؟ طيب معقول يكون الأخرس هو اللي شاف الجريمة مثلا وما بيقدر يحكي لأنه لك حبيبي ما فيها أخرس، الرصاصة القاتلة اللي متذكرها أنا ما فيها أخرس. لحظة لأشوف لك سمير. إيه سمير سمير سمير. ايه مظبوط، في سمير. اعطوك سمير ما؟ وفرحان؟ قريب مشهد. لك طبعا مالك ولا كلمة.
يحرق حريشك يا سامي، اعطاك دور الجسه. 40 مشهد لجسه؟ لك ايه، العمل كله عم بيدور بمسرح الجريمه، لذلك الجسه مطروشه طرش بكل المشاهد. يحرق حريشه يا سامي.